إن الطريقة الثانية تحيي موسمها السنوي الأكبر الذي يقترن عادة باحتفالها بمولد خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتجديد العهد ومد جسور التواصل مع المريدين والمحبين ومع كل الناس. إننا اليوم نحتفل بمناسبتين كريمتين من أجل التذكير بالمثل العليا للإسلام وبالشمائل النبوية على ضوء ما جاء به القرآن والسنة النبوية من تشبث بوسطية الإسلام والتشبث بالوفاء لثوابت الأمة عقيدة ومذهبا وولاء وسلوكا روحيا وولاء لإمارة المؤمنين. إن احتفال الطريقة الثانية بالمولد النبوي الشريف يدخل في إطار الدعوة إلى الله التي لا تتوقف، دعوة قائمة مستمرة دائمة عبر الأيام والشهور والدهور بكل بيوت الله مساجد وزوايا، بل حتى في بيوتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في الحقيقة وأؤكد وأقول إن الاحتفال بالنسبة للطريقة الثانية ما هو بعقيدة ولا عبادة، لأن العقيدة الإسلامية وشعائر ديننا الحنيف كما هو معلوم هي حصرية، هي حصرية لا يزاد عليها ولا ينقص منها شيء، لأن الطريقة الثانية قد أسست أصلا لتكون مختلف زواياها مدارس علمية ومصدر إشعاع ديني وثقافي، وبذلك جمعت بين الحسنيين التمدن الإسلامي والسموي الروحي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شكرا جزيلا على هذه الزيارة المباركة.